صافي تشنت صافي تشنت طير عزيزي على كون شفتي في الاول غنشوفك شتي كيفلا وطاين قلت المحاولة هذا الرحمن محاولة ثانية سير كرام اللي كتشوف هذيك نازلة كتنزل خاصك تجبد ديري اول هيك اويت انا ديك رسمون خلاص هكا مازال كاين ما يتشاف لهيه الا تميتي غادي مع هذا الواد هذا راه عطى الله ما يتشاف واحد لوح واحد الكواد زوين تقدر تفرج فيه وتجلس هنا الناس كيجيو كيعوموا هنا الدراري كيجيو بالدراري الصغار خصوصا العائلات كيجيو العيالات والبنات الولاد ديالهم كيجيو هنا كيعوموا على خاطرهم ما كاينش لي برصهم ماشي بحال لابيسين ولا مشيتي لشي بلاصه عامره بالناس كيحشموا انهم يعوموا يلا سير اسمع صحتك اش منطوع مخصص سي مصطفى مش حماه وي خاص الطعم نسوديو معاه شي طعم يتسودي معاه تتسدى بحالك ما يتحركش وي لاحظت سي مصطفى اش بان لي؟ سي عبد الرحمن ها هو صيد لنا حتى هو الحوته ديالو تعادل سي نوتي علاش جيتي هنا؟ ها هيا سمكة سمك زوين سي عبد الرحمن اش كتقول في المنسوب ليك؟ والله اخويا الا واحد الاحساس واعر ياك بعدا غير هذوك اللي اللي عندهم هذه الهوايه ديال الصيد سيدي انا صافي راه تبليت بالصحه والراحه نعم سيدي غنشد لك هذه الصناره هذه ماشي مشكل ماشي مشكل السيده تخليها تمشي في حالها ماشي مشكل هاي نحيها بلاتي بلاتي نحي لك كرسوها ها هي سمحي لينا صباح لينا سمحي لينا بسم الله أب. هاي مشات اول محاوله هنا ايوا ولكن الصناره زوينه شتي هذه فين كاين الاشكال هذيك صغيره بزاف عرفتي شحال من مره لحتها وكالو كالو الطعم كلو الطعم وخلاو لي الحديده نور الدين نرجع هنا يعني. سي نور الدين رجعتي للمكان المعهود اخر محاوله نور الدين ديرو عاوتاني شويه ديال الخبز الخبز فيه البركه لولاد البلاد حيت حنا كناكلو معروفين كناكلو الخبز بزاف هادو حتى هما راه ولاد البلاد عزيز عليهم الخبز بسم الله شو هذا الجيب تبارك الله عليك و تسم مصطفى الله مرحبا تفضل شوف حالنا صافي فرصه زوينه هذه كنا نجيو الصباح نستغلوا الوقت اكثر ونستغلوا الفضاء كيف ما هو ولكن ما جابش الله مزيان تجربه زوينه سي عبد الرحمن تنشكرك بزاف بعد على المخرجه هذه صيدتي انت وحده وصيد نورتين وحده انا ما صيدت والو كنا ما جربتيش بزاف انه ما جايش انا معول صراحه ولكن مره اخرى خدينا التجربه دابا عرفنا كيفاش عرفنا الطعم كيفاش عرفنا الصناره كيفاش تنقاد تنشكرك بزاف سي عبد الرحمن وفرصه سعيده ان شاء الله شكرا بالمناسبه سي مصطفى راه صديق الدراسه ومعاشرين انا وياه في لافاك لافاك ونور الدين حتى هو وما لا يعرفوه شوف راه ما بغاش يتفك هذاك راه ظلمه وغادي يصيد واخا هو راه هو في البلاد هنا راه يقدر يصيد وقت ما بغى حنا صافي العطله خصنا نتحركوا الطرشه والعطله الثانيه ونرجعوا اهم حاجه اننا نبينوا باللي راه كاينين بلايص هنايا في المنطقه عندنا زوينين وكاينين بزاف ديال الانشطه ممكن يداروا نعم نور الدين داوها بصحتهم اخر عمليه هي هذه سته سي تحرقوا نرجعوا نطفيو اللعبه هي لا شت لعب اللي سميتو سسبوندو النرد كندير هكا خصني نبدا بالكحل صافي خصني نجيب الكحل ما نستعملش واحد اليد وحده سير مصطفى خسرتي السي نور الدين خسرتي السي نور الدين خسرت هذا الشيء كله غنديه يعني غنعاود غتعاود ما كاين ما تعاود ما والو صافي صافي زيد فينا صافي علام هذا نور الدين هذا والله الا علام يلاه طلعوا في روسكم ها حنا في الطريق دابا غنمشيو غنوريكم شي ديال الطريق سير على مولانا والله نور الدين ديما نور الدين معطل ديما
ما عرفتش واش هذا الشيء كيبان في الكاميرا وكما هو في الواقع ولا لا، ولكن واعر. خاصنا نرجعو هنا نعومو فيها شي نهار. وغارقة اللهم مات هذه العضلات. اه يغسل عضلات يغسل عضلات يغسل عضلات يغسل عضلات خلصوا من هو تحبطية ويا وقت باش يبدا من شعر الله يجي ياك ايك وزي تعرين براد براد سلسل براد اصل براد اكبر البراد تحية تحية مصطفية. هاد البلاصة ديك الساعة ما قدرناش نصورها حيت كانوا شي دريات صغار كيعوموا، كانوا عائلة الهي. أسانف طريق مختصر كاين. ها شوف الطبيعة الطبيعة. يا سنوكين يلا سنوكين يلا. هاد البلاصة معروفة بالقرقاع. دوج متزارت الشريحة خلاص هادي ما نهضروش عليها. متزارت ديال هاد المنطقة راه حلوة وواعرة ومعروفة ديال داتس. حنا دابا طالعين البلاصة اللي قلنا لكم في الأول لي بات دو سانج، كنتسنى مصطفى يستاسيوني ها هو بزز باش لقى بلاصة فين يستاسيوني. جينا لواحد القهوة هنايا واحد لوتيل سميتو بانوراما نتقهوا فيه عاد غنمشيو للدار. هاهي الدخلة بانوراما دي هي الدخلة. ها اوتيل زوين واعر. شوف 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 السقف كي داير شي واعر. مول هاد مول هاد لوتيل هذا فنان فنان. ارضية السلام عليكم. ما تعنيت بخير حلوات كلشي مزيان سمر الله يبارك فيك. هادي لا سالامونجي ياك سالامونجي ماتك هادشي زين. دا هو التراس ها هو نور الدين. نمشيو لهنا. شوف شوف اسباس زوين السي مصطفى وايني الارضية. شوف الارضية كي دايرة عندك اختيارات. ها مولا ايه جلسوا هنا. الا قلتي بانوراما راه هي هادي ياك سي مصطفى. بانوراما نيت منظر ديال الجنه تاع سي عبد الرحمن هنا ومنظر ديال الجبل الجهه الاخرى. اييه كاين كون ما كانش هاد لوطيل هذا عنده خدمات مزيانين راه كان اوبرج في الاول. أيه. ويلا مؤخرا تعطات اوطيل. يعني غير باش تحول من لوبرج لوطيل الا ما كانش عندك خدمه كارليتي ولا شومبر كارليتي وكلشي نقي عندك ما تعطيكش اوطيل. سيتادي غير السيد راه تيطور راسو رغم انه المنطقه جبليه استطاع انه يخرج منها واحد لوطيل. واحد الملاحظه اخرى إيه. ما قدوهمش لي شومبر اللي كاينين هنا ولي سيرفيس اللي كاينين هنا زادوا هذه الجهه اخرى. ديالهم هذا مازال فيه البني وباقي الخدامين شوف شحال كاين. شحال من شومبر شوف لي تيراس هذا الشيء زوين. وعامر بسميتو بالكواري الا كنتو كتشوفوا راه كيبان لكم لي كات كات ديالهم. لي كات كات هذيك هي البلاصه فين كنا كنصيدوها مورا هذا الجبل هذا. وهذا الاوتيل هذا راه كاين على الطريق ماشي غير واحد راه عطى الله هذوك ملي كلهم اوتيلات. هذوك كل اوتيل دخلتي ليه راه كتلقى تما العجب. شوف على براد طلعوا فينا هذا ديك. يلا شربت هذاك ديال العقور. انت باش درتيه؟ درتو بالزعتر. وهذا باش؟ بالنعناع. ايوا ايوا فهم راسك. تبارك على سنورتين. صافي يلا غنمشيو في حالنا نمشيو للدار. يلا تحية تهلا في راسك نورتين. تحية السي عبد الرحمن مصطفى ربي انت بعز. السلام عليكم. انا سيت كارت فيزيت. الله يبارك لكم. ديال الونجي ديال القهوة.